اللي جوه في ثالثه صيدله. النهارده بنتكلم على فعاليات الاضراب يوم الثلاثاء على توالي صيدله القاهره. الاضراب بدا يوم الاحد بدعم اتحاد صيدله القاهره ولجان معاونه من جميع الكيانات الموجوده في الكليه. هدف الاضراب في المقام الاول افراج عن زملائنا المعتقلين نتيجه الاعتقال العشوائي، منهم اربعه معتقلين من 6 شهور وواحد تقريبا عضو اتحاد صيدله القاهره. اعتقد انه هيجدد ان شاء الله الاحد الجاي او يعني في عنده جلسه للنيابه الاحد الجاي. هدف الاضراب الضغط على الكليه انها تبعت توصيه للنائب العام او انها عماله تعمل كونتاكت لجهه وزاره التعليم ووزاره الداخليه تضغط ركود الطلبه دي وعدم التركيز ليهم، لان هم ضحيه الاعتقال العشوائي ومعظم التهم موجهه لهم ملفقه وملبسه للمئات. تاني حاجه ممكن اضرابنا برضو عشان الاجراءات التعسفيه، الاجراءات التعسفيه اللي بتحصل للطلبه في مختلف الجامعات، وعشان رجوع الامن تاني للجامعه. الاضراب ان شاء الله هيستمر الاسبوع ده وحسب المستجدات اللي فيه ممكن يستمر الاسبوع الجاي او مساعد اكتر من كده. هو لحد دلوقتي صوتنا واصل شويه لوزاره الداخليه بدليل ان في عربات امن مركزي موجوده قدام الكليه. الاداره بدأ برضو تعمل اجتماعات مع مجلس